زي الميه والهواء، يعني احنا عايشين عشان خاطر ناكل ونشرب، والحاجه الوحيده اللي احنا بنعملها بنشجع الكوره. فاحنا طلعنا من صغرنا شايفين النادي الاهلي. والله النادي الاهلي يمثل لي حياتي كلها، لان انا عضو في النادي من يمكن 40 سنه او اكتر، ويعني كنت بلعب في النادي، ووالدتي والدي كانوا لاعبين في النادي، واخواتي كانوا لاعبين في النادي، فاحنا بننتمي للنادي الاهلي من الجدود. يعني الاهلي بيتنا، حياتنا، كل حاجه حلوه احنا شفناها في النادي الاهلي الحقيقه. يعني فعلا اسم على مسمى، كلمه الاهلي يعني ده اهلي انا وبيتي انا وحياتنا. مش انا ده، مش رايي لوحدي، ده كل الاعضاء اللي موجودين في النادي الاهلي، اللي كمان وخصوصا بتوع زمان اللي هم عارفين يعني ايه معنى قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي ده بيتنا التاني، يعني الواحد فعلا بيحس بفرحه وبامان ان هو جاي النادي الاهلي. تبقي قاعده مبسوطه ومعاكي اصحابك والولاد بيلعبوا وكل حاجه، يعني من زمان بنيجي بنحس فعلا بنبقى مبسوطين وفرحانين. النادي الاهلي هو حياتي وبيتي، وانا على طول يعني هنا في النادي الاهلي، بقى اي يوم فاضي فيه بيجي اقعد هنا اتفرج على الماتش واقعد اقضي يوم هنا. النادي الاهلي يعتبر هو حياتي. النادي الاهلي يعني. النادي الاهلي ده بيتي من سنه 63، وانا النادي الاهلي ده على طول انا اتربيت فيه، تربيتها في مبادئه واسلوب الحياه نفسها، غير فينا كتير قوي. النادي الاهلي، النادي الاهلي ده هو الحياه بتاعتنا، هو نادي يعتبر نادي العيله بتاعنا الكبير، وهو يعتبر بعد مصر بالنسبه لنا النادي الاهلي. الاهلي يعتبر يعني كل حياتي كلها، ما بقدرش اعيش اصلا من غير ما اتفرج على ماتش الاهلي. بيمثل لي عيلتي الثانيه والمكان اللي انا لما بروحه بستريح فيه وبحس ان انا ببقى سعيده فيه، وببقى احسن مكان اعمل فيه ذكريات حياتي. بيتنا الاولاني بالنسبه للنادي، احنا معظم وقتنا قاعدين في النادي، فبيمثل بيتي الاولاني بالنسبه لنا. النادي الاهلي بيتي، ان اصلا والدي يعني اصلا كان كابتن النادي الاهلي في الستينات هاني مصطفى، فطبعا الاهلي بالنسبه لي اكتر من مجرد نادي بشجعه، ده بيتي اللي انا اتربيت فيه.